السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ويلكم باك تو سنو رانر. معانا مهمة الدريلينج اكيوبمنت دليفري، طبعا بنحاول نخلص فيها المهمة علشان نقدر نفتح مهمة الديريك دليفري. طبعا مهمة الديريك دليفري مقفولة، يقول لك في البداية خلص مهمة الدريلينج اكيوبمنت دليفري علشان تقدر تلعب المهمة هذه. شو طالب منك في المهمة؟ طبعا المهمة هاي في خريطة زمني كورسك في ولاية مير روسية. طالب منك كمية واحدة من الأوفرسايز كارغو، طبعا نحصلها في الجراج المنطقة هذه، نشيل كمية واحدة ونوصلها لهالمنطقة هذه للأويل فيل. طلبية ثانية، طالب منك الكارغو كونتينر كميتين، طبعا نحصلهم في المصنع هذا الوير هاوس، كميتين، شيل كميتين ونوصلهم نفس المكان الأويل فيل. ما هم في البداية بنحاول نوصل الأوفرسايز كارغو دام انه في الجراج في المنطقة هذه. المهم وبنستعمل طبعا شوف الكي تراك، وبنستعمل هالتراك الوحش الكيني في المهمة هذه. طبعا في البداية نروح نشوف ان التريلة عشان نقدر نشيل الموارد معنا. طلب منا الأوفر سايز كارغو كمية واحدة، أوفر سايز كارغو الحين الله يسلمكم نوصلها للأويل فيلد. شوف لك شارع لما نوصل المنطقة. المهم اللي حاب يستعمل التراك هذا، صراحة التراك هذا وحش، من أقوى المودات اللي استعملها أنا في اللعبة الكيني. اللي حاب يستعمل التراك هذا حاصل رابط التراك في الوصف.
المهم الحين بنرجع للجراج وتشوف التراك. الحين محتاجين الكارغو كونتينر كميتين، طبعا بنحصلهم في المصنع هذا. المهم بتشوف لك اي تريلر وبننتقل فيها للوير هاوس. وصلنا المصنع، في البداية بنروح للتريلر ستور نشيل التريلر. طبعا تشوف لك شارع يوصلك للمنطقة هذه عشان ننزل الموارد. بنحاول نتجه من على الجسر هذا، طبعا الجسر هذا يبال تصليح. طبعا هذا الجسر يبال تصليح، انا اوريدي مجهز اتراك في الموارد المطلوبة عشان نعدل في الجسر. هذا هو التراك، طبعا طالب منك كميتين من الكونكريت سلاب. طبعا في البداية خلنا نفعل المهمة، نصلح الجسر الحين. حلو، هذا الجسر وصلحناه. نرجع للتراك نشوف انه شارع الحين دام ان عدنا جسر. طبعا تعدل الجسر محتاج كميتين من الكونكريت سلاب، والكونكريت سلاب ما تحصلها في خريطة زيمي كورك، حصلها في خريطة كواري روسية في منطقة الحفر. تجيب لك كميتين تعدل فيها الجسر.
هذه هي المهمة. ظاهر انك لازم تبني مكان الاويل هذا. المهم مع نهاية الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الاشتراك لايك ونشر، ويعطيكم العافية والسلام عليكم.